واحد اخوتي ينعس وواحد كيلعب ماينكرافت. غنديرو وسط البيسين ونعمروه بالماء. صالون ما يبقاش دير فيه هذا الشيء. اوكي السلام عليكم زازلوس ابدا، ومرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي. فيديو جديد ومقلب جديد. يا سلام يونس، هذا المسبح اللي كتوجد دابا اش غنديرو فيه؟ غادي نحولو الى غرفه يونس. يا سلام، ولكن فين غنديرو هذه الغرفه؟ وبالاخبار ابتسام. المهم ابتسام اخوتي دابا غتجي حيت كاينه في الصالون كتهلا في راسها وغتلقانا. شدينا المسبح الكبير وحولناه الغرفه يانيس. ليتس جو. دير اليونس، زيد زيد اش بغا يدير الاصدقاء. او 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 يا سلام، سير 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 سير. او اش هذا؟ مال هذا؟ هاد الحديدات اخوتي ضروريين هما اللي كيوقفوا المسبح الكبير. ياك يونس زتكتاو تكتك انت. او بطبيعه الحال غيعاوننا هشام. افتح افتح وريهم المسبح قداش. شوف دابا غنديروا فيه غرفه يانيس، ولكن من بعد الى وصل هاد الفيديو 40000 لايك غنعمروه بالماء ونعوموا فيه. واسمع، وهنايا في الصالون ديال الدار وقبل العيد اللي خاص الصالون يكون مقاد وداكشي حنا نقربوه. يلا اخوتي 30000 لايك وغنعمروا المسبح بالماء ونعوموا فيه. يلا سير سير افتح 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 افتح. اي 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 يا سلام، كما كتشوفوا الاصدقاء ها هو المسبح واجد. ويانيس عجبو الحال كيدور فيها اخوتي. ويانيس عجبك المسبح؟ وتخيل معايا يونس نعمروه ونعومو فيه. واو واو الهربة كيما كتشوفوا كبير وشاد الصالون كامل ديال الدار. عرفتي شنو أول حاجة غنجيبو؟ شنو؟ غنجيبو ليانيس في الغرفة ديالو. السيت اب ديال هشام. السيت اب ديال هشام. أنت عندك السيت اب ديالك؟ إذا حتى يانيس نقادو ليه السيت اب ديالو. شوف أخوتي فرحان كيدور في المسبح. غنوريكم مناش كيتكون السيت اب ديال هشام. أو أول حاجة هي صندوق أولا الحاسوب. شوية عليه أنت كضرب فيه. حيتاش عزيز عليا. عزيز عليك. وتخيل غنديرو وسط البيسين ونعمروه بالماء. واش بحال هكا؟ ما مدوش ليه السيت اب ديالي. تاني حاجة شنو هي هشام؟ الشاشة. يا سلام، هادشي كامل نحطوه في البيسين. زيد عليها الكاسك وجيب السوري والخيوطة والكلافي. إذا غيكون سيت اب نادي كندي. شوف وبطبيعة الحال المكتب فين غنديرو هاد السيت اب هو المكتب ديال يونس. اش كدير يا يونس؟ هذه قالت السيت اب ديال يونس. يا سلام، انت كدير غير اللمسات الأخيرة. جا لقانا قديناه اخوتي. شوف 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 كيف صرعناه ودرناه في هاد الزاوية هادي باش يكون قريب للضو حيت غنخدموه. أويلي أييه، تجي ابتسام تلقاها دروينة ترى ما يمكنش. السيت اب ضروري خصو داكشي علاش غنديو هذا ديال البيرو. واش فراسك واحد الحاجه؟ من بعد البيرو عرفتي شنو غنديو؟ شنو غنديو؟ هاد السرير كامل نديروه في المسبح. كيما كتشوفوا جبنا السرير ديال يونس. مالك وراك معذب؟ تقيلو كبير ناري. داكشي علاش راه كاين عندنا مشكل. واش في نظرك هذا الكبير غيجي في هذا المسبح منين درنا فيه البيرو؟ محال يا يونس، حيت غداك الكرسي نزل. علي علي يونس، يلا سير. اوبا القفزه الاسطوريه، غيحيد الكرسي باش هشام يدخل السرير الكبير ونشوفوا فين غيديروا. واخا شويه راه غتهرس السيت اب ديالك هشام. او 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 كما كتشوفوا الحد ديالو الاول هنا والحد ديالو الثاني خارج المسبح. نعس هكا نعس طول. اذا كبير، حنا كنا باغيين نديروا السرير الكبير. غتهرس كلشي. اويلي شوف عندي فكره. يانيس اصلا عنده السرير ديالو. صغيور نجيبوا السرير ديال يانيس. يلا حيد الكبير حيد الكبير. ما صدقش اخوتي هاد البلان. يونس شفتك شعلتي البيسي وسط المسبح شاعل البيسي. واش دابا شنو باغي دير انت؟ باغي نلعب. وما غتعاوناش تكمل معانا. يلا ماشي مشكل، يلا غير لعب لعب. داكشي اللي بقى غنتكلف به انا وهشام. شو اخوتي والله تشعل البيسي. قال لك العام سيدي ناري. يونس فاش غتجيب تيسام؟ غتقتل نفسي. ايوا دابا مزيان. دابا شوف هذا هو السر ديالي. يعني صغيور على قد الحال. يعني اختار اي بلاصه في المسبح وحطو. ماشي مشكل، شوف كاينه المساحه. ومثلا غنجيبو حوايج اخرين نديروهم وسط المسبح. زين
باش نكملوا الغرفه باش نحطوا في هذه الجهه ياس باش يجي حدا السيطاب وبلاصه ناضيه. شوف 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 كدير الله ونوض ونوض. شوف واحد اخوتي نعس وواحد كيلعب ماينكرافت اش بتحمخوني. شوف اخوتي دخل الكونت ديالو كيقصر ونوض صاحبي زوينه هاد النعسه واعره ما بقى والو تجيب ابتسامه ويلي هي مشينا فيها مازال كنقادو المنظر ديال سرير ديال ياني. اشنو جبتي او تاني؟ شوف شوف اول حاجه هي الوساده السحريه ديال يانيس. واو هذه اللي كتخليه ينعس زعما دغيا. هي غنديروها بلاصتها الاصدقاء كما كتشوفوا. عند الصديق الصغير الدبدوب ديالو الدبدوب اللي كيكون وحدة السرير اولا في الكونه. شو مسكين قلبته على راسو مسكين هذا ديال ماما صحتو ليها حتى هو نحطو وحده يانيس غينعس حداه كما كتشوفوا. هاد الوساده كيعنقها فاش كيبغي ينعس فيها بطون نديروها حتى هي زين. هذا غاجا صاحبي عارضين عليك كيشبه لك هذا نحو تما كما كتشوفوا هو صرعنا السرير وجبنا حتى المانطا ديالو اولا الغطاء يا سلام. ودابا ندوزو لحاجه اخرى عاوتاني يونس ودابا شنو غتحط لي يانيس؟ العاب حيت اهم حاجه في البيت ديال الدراري الصغار الالعاب الالعاب. وما جبتي هاد الالعاب كاملين ما تقولش لي تكبهم كلشي ناري 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 بحال اش غيولي المسبح بالالعاب. سير 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 شوف شوف شحال ديال الالعاب. شوف خصك تعزل منهم دوك الصغيورين باش ما يسرطهمش خوك. واو 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 زاد ميكا اخرى عاوتاني عامره اخوتي حتى هي. شوف شوف مازال اش تما الساحه ديال البرازيل. واو واو يانيس غيلعب في هاد الالعاب كاملين وراه مشينا فيها عند ابتسام ايونا عاوتاني حتى هي غتخويها. يلا سير سير شوف 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 الله اكبر سير 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 اوبا كما كتشوفوا المسبح كامل الاصدقاء ولا عامر بالالعاب. واو واو ترولات مازال عاوتاني صافي صافي هذيك خاويه هذيك خاويه. دابا كما كتشوفوا جبنا يعني عرفتي اش غدير؟ شنو؟ غتحطو هنايا في الغرفة ديالو ونشوف شنو هي البلاصة اللي غيمشي ليها الأولى. أوووو واش غيمشي للألعاب ولا غيمشي للبيسي ولا غينعس في السرير؟ يلا هو حطينا السيانيس واللي كيتعجب كيقول أش هاد الغرفة؟ واش هادي الغرفة ديالي؟ أش كندير أنا هنا؟ وحاطيني فوق السرير؟ زيد 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 أوووو شوف أخوتي خلى الألعاب وخلى كلشي ومشى للبيسي ديال هشام. أش باغي دير؟ باغي تلعب صافي ها البيسي ديالك هشام غير خسروا ليا ماشي شغلي لو فاتي شي حاجه. شوف 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 كيورك على اي حاجه. يا شور شور طلع لك اتو بغى يدير المونتاج شوف اخوتي ها كيخرج ليه من الكونطات هاي فورماتي لك البيسي دابا شوف بحال اش كيورك. واو واو سوري عارف سيد عرفتي اش دير؟ جلسوا 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 في الكرسي باش يتكونيكتا. هاي 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 عاوتاني على يانيس جالس اخوتي جلسه اسطوريه فرحان وعاجبو الحال حيت راه ما كنخليوش يجلس قدام بيسي لحقاش غيخسرو. شوف هنا الجلسه اللي جالس في البيسي حيت ديالو لان هذا بيتو. ويونس انت اش كدير؟ كنلعب وراه في اي لحظه غتجي ابتسام غتلقى يونس كيلعب اخوتي بالالعاب هنا في الصالون وسط المسبح ويانيس مكونيكتي وكيلعب حتى هو في البيسي. ويلي ويلي على روينه دراري دراري هيا ابتسام كتصوني راه قلت ليها ما تدخلش تدخل سادة عينيها حيت موجدي ليها مفاجأة. دير مفاجأة اخوتي وهي ناري وهي ناري دخلي ولكن سادة عينيك كيما قلت لي هاكاك وراه حيت كنوجدوا لك مفاجأة. يلا نحسب لك حتى ثلاثة حلي عينيك صافي واحد جوج ثلاثة. اش هادشي؟ اش هادشي؟ مسبح ديال يانيس واش منيتك المسبح في الصالون؟ وهدرنا داك النهار وراه حولنا لغرفة يانيس ودرنا ليه السيطاب. ابراهيم واش غادي نسمعك داك النهار اش قلتي ليا؟ اخر مرة الصالون غادير فيه شي حاجة واش باغي تحمقني؟ اشنو درنا دابا عادي ولا لا الروينة هادشي الروينة. ابراهيم اشنو؟ اقسم بالله سنضرب هاد البلازما. لا 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 ديال هشام ديال هشام ديال هشام داك النهار شوف داك النهار حضرنا قلتي ليا ما بقيتيش غادي تروان الصالون صالون ما يبقاش دير فيه هاد الشيء. هذا راه غير العاب ما درنا فيه لا ما لا والو. راهي معصبتيني صايمه ومريضه. اخر مره غادير في الصالون شي حاجه بحال هكا. وشوف يانيس عاجبو الحال كيلعب وفرحان. غادي يلعب معانا. عطيو اللعب تاعنا معاكم عطيو اللعب. شوف كيلعب على اللعب. هشام تعصبات تعصبات راه وحق الله الا جعلت. صافي 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 تعصبات تعصبات اخوتي تعصبات. راه جعلت ابراهيم راه تعصب ديال بصح.
اي كنضحكوا معاك بغينا غير يا هشام صافي 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 راه ضربنا غتجري علينا كامل من الدار والله حتى نضربك قسم بالله نضربك يا ناس صافي 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 بردي ابتسام هما راه كيلعبوا معاك وهادشي كامل درناه على قبل يا ناس ما تقولش لي على قبل يا ناس يا ناس راه عنده البيت اللي هاك يبقى يلعب فيه ابراهيم شنو هذا صالون اييه وعلاش كتقدم فيه هاد التخربيق شوف عندي واحد الفكره ابتسام شكون غيجمع هادشي هاد المسبح هذا غنحيدو منه هادشي كامل ولا وصل الفيديو 30000 لايك غنديرو فيه الماء ونعومو فاش خوينا المسبح وكانوا فيه اللعاب يا نيس عجبوا الحال وكان كونيكتي عرفتي راه مازال هادشي كامل ومازال غندمكم على التخربيق اللي درتو شوف وكنتو الماء 30000 لايك غنديروا الماء صافي والله وديروا الماء غندير والله وديروا الماء حيت غيوصل الفيديو 30 اسمع اسمع غنعمروا هاد المسبح بالماء غنعمروا هاد المسبح غنعمروا كامل اش غنديروا يونس صالون شاد الجلابه غنخليها على ظهر وغنزيدو ما تعرفوني فين نزيدو صافي صافي اسمح لي نسمح اخر مره اخر مره عارفني اخر مره انت صافي 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 جي عندي اخوت جي عندي حلو حلو لا 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 صافي تي سير حيد لا حيد دابا دابا خويا عليا هادشي صافي صافي غتخوي هادشي دابا وراه غنخويو عادي شوف اخوتي شوف وراه جبنا ليه درنا ليه السرير درنا ليه كلشي اه ويلي ويلي كاع باش تشري هادشي اييه السيد راه مبرع مع راسو وكيتصفق كيتصفق فرحان اخوتي شوف 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 هو الاصدقاء دابا كما كتشوفوا المسبح هو خوينا ولكن غنخليوه كيف ما هكا وملي غيوصل الفيديو 30000 لايك وتكتبوا لينا كامل في الكومونتيرات ديروا فيه الماء وعوموا فيه في الصالون غنديروا هاد البلان اخوتي واخا احتمال ابتسام تجري علينا من الدار يلا 30000 لايك غنعمروه بالماء ونعوموا فيه كاملنا حنا العائله اخوتي وفي الصالون